رفع لواء الدفاع عن الأسرى واستشهد خلال مواجهات اندلعت تضامنا معهم ابن مخيم الفوار الشهيد محمود الطيطي. خرج من سجون الاحتلال بعد 3 أعوام من الاعتقال، فبادر إلى تأسيس الحراك الشبابي للأسرى المحررين، وعمل على تشكيل فريق من المهتمين بالأسرى وقضاياهم من الشباب. كرس حياته القصيرة نصرة للأسرى، واستغل خبرته الأكاديمية خلال دراسته للإعلام لخدمة قضيتهم إعلاميا. تعرض الشهيد الطيطي للاعتقال لدى الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية مرات عدة، واستشهد قبل أن يحضر جلسة محاكمة كانت قد حددت له لرفضه الاستجابة للاستدعاءات، كما بقيت بطاقة هويته محجوزة لدى الأجهزة الأمنية بسبب ذلك. مساء يوم الثلاثاء 12 من آذار عام 2013 استشهد محمود برصاص الاحتلال خلال مواجهات عنيفة اندلعت بين قوات الاحتلال والشبان في مخيم الفوار ضمن حراكات شعبية نصرة لإضراب الأسرى. حاول الشهيد محمود فتح باب الدورية المتعطلة وبدأ بسحب أحد الجنود من داخلها، فعاجلته رصاصات الاحتلال. استشهد محمود وهو في عمر 25، فكان مثالا للمثقف المشتبك. الشهداء لا يموتون بل يخلدهم التاريخ.